انا شفت مثلا برنامج في التلفزيون اسمه الدوم، لما هذا البرنامج اشتغل ادى فرصه كبيره جدا ان احنا نشوف يعني مهارات جميله جدا في شبابنا وشاباتنا، وقدر يجيب معهم من كل الاقليم في مصر او من كل مناحي الدوله المصريه ويقدمهم والناس تشوفهم، وبالتالي اتحنا لهم منصه، والكلام ده اتاح شكل من اشكال التسويق للفكره. طب انا النهارده ما اقدرش اعمل برنامج زي ده للمواضيع دي بالفعل؟ عشان ادي فرصه، حاضر، عشان ادي فرصه، انا بتكلم على التلفزيون مش على فقط منصات جوه، لا انا بتكلم على وسائل الاعلام بتاعتنا. انا ما اجيبش الولاد والبنات او الشباب، يعني الشاب والشابه اللي تميزوا في هذا الامر والقي الضوء عليهم واتكلموا معاهم، عشان اخلي بقيه الشباب اللي موجودين في الدوله المصريه وكل النشأ اللي طالع يبقى عنده الحلم ده. مش كل الدوله هتتعلم كده يعني، ولكن عشان ناخد نصيبنا. هو المقارنه دايما بتبين حد المستوى، صح كده؟ صح. لو انا النهارده حط الدكتور عمرو الرقم اللي هو شايفه تطور كبير، وهو تطور كبير ما فيش كلام، ولكن حطيناه بدول اخرى قد تكون عدد سكانها يساوي 5% مننا، صح كده؟ صح. بيجيبوا كام بقى؟ صح. اكتر مننا، بينمو اسرع مننا. لا انا بتكلم دخول كام؟ الصادرات الرقميه من غير ما اجيب اسماء الدول. بالنسبه للصادرات الرقميه مثلا، لا في 2 مليار و3 مليار لا ارقام اكبر من كده بكتير. لا 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 لا, لا. وفي دول بقى متقدمه بتوصل يعني ل 200 يعني مليار، زي في دول فيها 500,000 بيجيب اكتر من 35 مليار دولار في السنه. في دول فيها 3 مليون بيجيبوا 130 مليار دولار في السنه، مش كده؟ تمام. فاحنا فين؟ واحنا فين بنقولها كده؟ شوف انا مركز قوي معاكم في الموضوع دوت، عشان المصريين مهتمين جدا بالتعليم. الاسر اللي بتاخد ولادها وتروح تقف في الدروس اللي بيدرسوها لها ومصرين على ان هم ينجحوهم في الاعدادي والثانوي، ده بيعكس وعي مصري مجتمعي بالتعليم. اللي احنا بنتكلم بيه انا عايزك تهتم بس برضو في الايه؟ باستهداف بقى. بايه؟ باستهداف، بدل ما النهارده تبقى عايز فقط تركز مع الطلبه او الطالبات في على انه دايما بتركز له على ناخد شهاده، لا تقول له اني شهاده ونشتغل معاه على كده. والتلفزيون كوسيله يشتغل في برنامج اسمه العباقره بيجي في التلفزيون، البرنامج ده استطاع ان هو خلال سنوات قليله، سنتين ثلاثه يمكن، ان هو يلقي الضوء على حاجه معينه وتطور اكتر من كده. انا بتكلم كده عشان التلفزيون، كل التلفزيون المصري وكل القنوات سواء كانت قنوات عاديه او قنوات خاصه. أنا قلت الكلام ده قبل كده ومحدش يزعل مني، أنتوا لقيت كل القنوات جايبة مطابخ. مطابخ. المطبخ والتشيف، حد تزعلوا مني ولا إيه؟ أنا غلطان؟ يا جماعة طب هاتوا لنا مطبخ من ده. حد يعمل لي لا مؤاخذة في كل برنامج كل يوم بيتكلم على الحكايات ديت يا جماعة.